Thank you.
إليه قال يا إنا نطمع أن
كذلك وأورثناها بني إسرائيل. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب إلى موسى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطور العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين وأوحينا موسى بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم بسم الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانكفر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها
وكيف تجيب وما يبث من دابة وما يبث من دابة ما يبث يعني يفرق فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بلغن أجلهن قاربن انقضاء عدتهن فألهمها فجورها وتقواها ربع لها طاعتها ومعصيتها سؤال الأخير قوله تعالى صدقة الله ومن أحسن من الله صدقة ما إعراض صدقة الله صدقة الله مفعول به لفعل ماضي تقديره إلزم الله